يلا يلا طولوا بالكم مش مشكله. يعني النابلس تودع اليوم 4 شهداء 4 أقمار ارتقوا إلى العلا على أرض مدينة نابلس بجريمة اغتيال جبانة نفذها المستعربين. اليوم نابلس بالتأكيد هناك حداد وإضراب شامل شل كل مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء، وسنتنطلق الجنازة بعد قليل من هنا من مشفى رفيديا إلى دوار الشهداء ومن ثم إلى مخيم بلاطة ومخيم عسكر ليوار وثرى، وهي رسالة الشعب وجماهير الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لا ولن يستسلم. الشعب الفلسطيني وقرر المضي قدما لبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف، وستكون رسالتنا بوقف حرب الإبادة عندنا في قطاع غزة، وبالتأكيد وكل رسالة للمجتمع الدولي. إن غطرسة الاغتيالات المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والذي كان آخرها اغتيال 4 شهداء هذا وعندهم فيهم لهم أجرهم ونورهم. ويقول أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة